ما زلنا في موضوع الهايبوثيسيس تيستينج وفي التي تيست، احنا شغالين دلوقتي في التي تيست. قبل كده عملنا الوان سامبل تي تيست، النهارده ان شاء الله هناخد التو سامبل تي تيست. وقلنا ان التو سامبل تي تيست في منها نوعين، الديبندنت والاندبندنت. هناخد النهارده الديبندنت. تمام، الديبندنت تي تيست يا جماعه اللي هي نقدر نقول اللي هي البيرد تي تيست، تمام، او الديبندنت تي تيست، نفس المعنى. ليه ايه؟ ببساطه كده، لما تقوس تختبر دواء معين على مجموعه من الناس، فبتقيس لهم مثلا لو الدواء ده هينزل الكوليسترول، بتقيس لهم الكوليسترول قبل ما ياخد الدواء وبعد ما ياخد الدواء، وتشوف الفرق ما بينهم، هل في فرق احصائي كبير ولا ما فيش. لو في فرق احصائي كبير يبقى الدواء ده فعلا بيعالج الكوليسترول او بيعالج الضغط او بيعالج بينزل السكر، ايا كان الاختبار اللي انت بتختبر الدواء بتاعك فيه. خلاص، فهو ده المقصود بالبيرد تي تيست. يبقى لما تقول بيرد او كلمه ديبندنت، ده مقصود بيها بيفور اند افتر، يبقى نفس الاشخاص اللي هتجرب عليهم الدواء قبل، تشوف تعمل الاسيج بتاعك قبل ما ياخدوا الدواء وبعد ما ياخدوا الدواء، هو ده المقصود بالبير تي تيست او الديبندنت تي تيست. عكسهم تماما الاندبندنت تي تيست، يبقى في تو جروبز مختلفين عن بعض، وقد يكون الان سايز بتاع كل جروب مختلف عن التاني. خلاص، نفس القصه ونفس الاجراءات اللي تبعناها في الوان سامبل تي تيست هنتبعها هنا، وهناخد برضو التي تيبل، نفس التي تيبل اللي هو بيربريزنت الديجري اوف فريدم والليفل اوف سيجنيفيكانس، وبنجيب القيمه بتاعتنا اللي هي هتمثل الستاندرد ديفيجن، وبنقارنها بالتي كالكيوليتد من اللي بنجيبها معطياتها من المساله، وبنقارن الاثنين ببعض ونشوف في ليفل في سيجنيفيكانس ولا ما فيش سيجنيفيكانس. تمام، ناخد مثال. احنا طبعا النال هايبوثيسز نفس القصه، قال لك الجدول ده انت عندك الاشخاص دول، العينه دي ك 11 واحد، والسكور بتاع العينه الاولانيه كان 3 قبل ما ياخدوا الدواء، بعد ما خدوا الدواء كهذا هو السكور. فجري لي اعمل لي اختبار البيرت تي تيست عليهم اهوت. جبنا الديفرنس اللي هو اكس ناقص واي اللي هو بنختصر له بالدي. هنا 20 ناقص 3 يساوي 17، 13 ناقص 3 يساوي 10، 13 ناقص 3 10. بس خلي بالكم، خلي بالكم هنا انت بتقبل بالاكس ناقص الايه؟ ناقص الايه؟ الواي. يبقى 3 ناقص 20 يبقى ماينس 17، 3 ناقص 13 ماينس 10، 3 ناقص 13 ماينس 10، وهكذا. وفي بوزيتيف، وفي يعني 32 ناقص 30 بيساوي بوزيتيف. السم اوف الدي اللي هي الديفرنس او الاكس ناقص الواي هيساوي لي ماينس 73. طيب الاكس ناقص الواي تربيع اللي هو ايه؟ الدي تربيع. هنا بتربع لي القيم دي عشان نتخلص من العلامه السالبه، يبقى 289 و و و، والسم اوف دي تربيع كام؟ 1131. خلاص؟ التي سكور بقى على فكره هي نفس التي سكور في الوان سامبل تي تيست ونفس الزد سكور، ولكن هنا هو يعني ايه؟ حب يفصص المعلومات شويه. هناك كنا بنقول في البسط اكس ناقص الميو، الاكس بار ناقص الميو. هنا مفيش عندك الميو، البوبوليشن مين ما مش عندك، ولكن عندك انت بتقارن العينه قبل وبعد، يبقى هتعوز مين؟ المين ديفرنس اللي هو الوسط الحسابي للفرق اللي بينهم، اللي هو المين ديفرنس اللي هو الدي بار. الدي بار ممكن تشيله وتحط سيجما دي على الان، خلاص، اللي هو الوسط الحسابي للفرق. طيب تحت كنا بنقول الستاندرد ديفيشن على جذر ان، تمام، هنا الستاندرد ديفيشن شاله وحط قيمته، وقلنا الستاندرد ديفيشن كان ليه قانونين. القانون الاولاني اللي هو سيجما اكس ناقص اكس بار تربيع على ان ماينس 1، ولو فكيت الموضوع ده هي ايه؟ هيديني القانون ده اللي هو سيجما دي بار تربيع ناقص سيجما الدي على الان، والسيجما دي تربيع اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ الدي بار. ده اختصار للدي بار تربيع، تمام، اللي هو الوسط الحسابي للفرق. هنا فك الوسط الحسابي سيجما دي تربيع على الان، والان ماينس 1 عادي تحت، والان دي اللي هي على الجذر ان، يبقى هو ده عباره عن ستاندرد ديفيشن عادي على الجذر ان. خلاص، وبعوض في المساله بتاعتي بقى يا جماعه، علشان كل ده عشان احسب التي كالكوليتد، تمام، عوضنا في المساله اهوت عادي خالص، طلعت ماينس 2.74 من 100. طيب التي تابيوليتد بتاعتي الليفل اوف سيجنيفيكانس اجيبها منين التي تابيوليتد؟ قال لك الليفل اوف سيجنيفيكانس 5%، يبقى انا هروح للايه؟ للتي تيبل، واشوف عند انا عندي السامبل سايز 11، يبقى الديجري اوف فريدم 10 غالبا، مش قلنا السامبل سايز كده؟ فين التي تيبل؟ التي تيبل اهو،
تي تيبل اهوت عند 10 و وهنفترض ان ده تو توتيل توتيل يبقى عند 5%. فين ال 5% اهي عند توتيل اهي 5% اهي عند 10 هتطلع حوالي 2.28%. تمام يبقى دي تي تابيوليتد يبقى 2.28% بوزيتيف او 2.22% بوزيتيف و2.22% ايه نيجاتيف. نشوف القيمه بقى هتقع جوه الاكسبتنس اريا اللي هو ويذن بين البوزيتيف 2.22% والنيجاتيف 2.22%. لو وقعت ما بينهم هتبقى ايه اكسبت النال هايبوثيسس. لو وقعت يمين ال 2.22% او شمال ال 2.22% يبقى الايه يبقى الريجكت النال هايبوثيسس. لما جينا حسبنا الكالكوليتد طلعت بكام؟ احنا قلنا ماينس كام؟ 2.27 ايوه ماينس 2.74%. ماينس 2.74% يبقى هتطلع على شمال الماينس 2.22%. يبقى في الريجكشن ريجون يبقى كده ايه اي ويل ريجكت ذا نال هايبوثيسيس. وخلي بالكم القيمه هنا بعتبرها اكبر، يعني ال 2.74% دي اكبر من ال 2.22%، لان الماينس هنا قلنا مش ماثيماتيكال ساين انما ستاتستيكال ساين. خلاص يعني الضغط لما بنقول ضغط اقل من 80 يبقى 70، لو فوق ال 80 يبقى 90 مثلا. يبقى اقل من 80 مش معنى ذلك ان دي ماينس، لا دي ايه ان انا بقول ان دي اقل من الايه من المين. خلاص يا جماعه وكده خلصت المحاضره النهارده، شكرا لكم.